يختتم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الليلة الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بملعب رادس الأولمبي الذي يحتضن المباراة غدا. كان الفريق قضى مرانه الأول في تونس على ملعب الجامعة أمس، أعقبها محاضرة فنية من حسام البدري للاعبين، شرح خلالها عدد من الجوانب التخطيطية والفنية المتعلقة بالمباراة. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالأسكندرية انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.